باغا غادي تسرحي المشكله باغا تسرحي تريد دابا ياك السعديه من بعد ما ارتاح بعد ما ارتاح تقرصي حيت هو فينا قلوشه ديالو اها درنا هنا هي ديك ديال الطين اللي كتكون واقفه ياك اييه بحال القلوشه بسم الله توكلنا على الله ما عندك الكويرات اللي درتي قبيله راه ارتاحوا ارتاح ها هو دابا انت كديري ورق الزبده باش باش يمشي باش يجينا ساهل باش ملي تبغي تهزيها تحطيها تما تجيك ساهله ياك اه غادي باش ما تنسى بقاعيتها هاد القاعده راه تيعاون اه بصح كطيبيها وحده بوحده ولا وحده كتبقاي تزيدي وحده فوق بوحده اه ما كديروش بحال بحال رفيسه وحده فوق وحده بوحده علاش هادي كطيب وحده بوحده حيت تريد باش تجي ورقه ورقه تجي محلوله اه فهمتي تجي محلوله صافي غير الزيت صافي ماشي ضروري تجي دايره المهم ماشي مشكل المهم تكون رقيقه ياك السالي تكون رقيقه صافي صافي انت دابا غتشوف دابا الورقه كتعاون ما كت بسم الله ما طيبش بزاف ياك باش ما تكرهش لا صافي الخدمه الا كانت وحده بوحدها صعيبه شويه اه صعيبه قلتي لي هاد الكميه اللي درتي في الاسبوع بقات مده ياك و كيخدموا البنات هما كيخدموها ياك اييه كل نهار يخدموا شويه اه شتي دابا صافي عاد تشم الهوا وتحيدها تشم العافية كتلا تشم الهوا تشم العافية وت صافي ماشي تبقى طيب ياك السعدية لا 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 عاد تشم العافية ونحيدو لا شتي جات مزيانة جات مزيانة شتي عارف اش نديرها تنعاود وحدة أخرى هاكي هاكي قلتي لي السيدات اللي داروها من التعاونية كيجيو كيتعاونو كيجيو تيتعاونو معايا هما اللي صاوبو التريد لا هما صايبو التريد شحال من كيلو درتو 35 كيلو 35 شتي باقي فيه تبارك الله ما شاء الله سد سد شاطر معايا سد قولي سد شكون هذا مش عايش صافي كتبقاي غادا بحال هكا ياك حتى كتسالي اه تسالي بزاف ما هو بالي خاصو الخاطر هاد التريد هذا ليش قلتي شوفي قلت لك خاصو الخاطر هادوك السيدات اه جوجات مالي حريفيات شي لاخر والو يعني قلتي هاد التريد هذا خاص شي واحد يكون حريف يا السعديه ياك قلتي لي هاد السيدات اللي صاوبوه دابا انا هما خصهم قلوشات وريتهم عجينته اه هي مرتو وريتهم عجينته كيفاش ديروا لي كيفاش باش ديروا لي كيفاش ديروا اه معليش معليش صافي تبعوا شريت لهم القاعد وبداو خبزه يعني ايوا ديك القلوشه كديروا هاد الوقت قلوشه تديري لها هاد واش تاه كنا صبرنا ما تيتمنى تجي فيها الزيت بزاف يعني اما هكا الورقه اما صراحة زعما كيجي زوين كيتكال لا تيتكال هذا تقدري مازال مازال نديرو به واحد صويره نلفوه الدجاج ونلفوه من بعد قالينا حنا ناكلوها قصع
ما نفوتهاش ونبرموها نغرس البركه. شكون سلوى؟ هذه سلوى دابا هذه هي الورقه ياك؟ هذه هي اللي كتخبيوها كتخب كنخبيوها في الفريغو كونجيلاتور ملي كتبغيوها كنحلوها بورقه بورقه هكذا ورقه كتبقى محلوله بحال هكا وكنفوروها كتحطوها تفور. ايه ولكن ما كنخليش تفور بزاف باش ما تعجنش. شحال تقريبا؟ شويه كتبان لك طلعت وكتقلبي. كيفاش كنحلوها؟ دابا هذه محلوله. هذه محلوله الشاب الله نشوف شويه رقيقه. ديري واحد هزي غير وحده هي بلاتي بان شتا رقيقه وما كتعجن ما والو. لا ما كتعجن ما والو. اللهم امين. امين. الله يعاونكم. امين. 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 شتا ندير غير وحده باش تبان. هذيك راه جوج. جوج انا نوريك وحده باش كتبان. شتا وحده وحده يدك كتبان منها. ضروري تكون رقيقه باش ما تجيش غليظه. زوينه. انا بس كيفاش شويه صافي وهنا كتبقاي تقلبيها حتى كتفور. ايه كنزيدو الفور وتقلبي عاود زيدي وتقلبي بحال كطيبيها في المقلى ياك دغيا ولكن ما تخليش الفور بزاف. الطرخه صافي طلع السخونيه وملي الطرخه صافي صافي كنمشيو نسقيوها وبالصحه والراحه. ايوا الله يعطيكم الصحه. دابا السعديه غادي تبداو تسقيو ياك؟ ان شاء الله. دابا عطيتو اتاي هو الاول ياك؟ عطينا اتاي والحلوه بقات فيا ما حضرتش لها. شناهي؟ انت كاع عطاوك الحلوه لا سلا ولا صافي. ماشي مشكل. ماشي مشكل. ما كانوش كاع الحلوه الدراري. ماشي مشكل. لا عندنا حنا الحلوه عاديه ماشي مشكل. دابا غادي نسقيوها السعديه. دابا غنسقيو ان شاء الله. بسم الله. الناس نشطوا ضحكوا. لعبوا yeah. شربوا اتاي حلوه. دابا بغاو ياكلوا صافي. كتسبقوا اتاي هو الاول ياك؟ اتاي هو الاول. داكشي دابا التريد هو هذا. هو هذا انت تتشوفي ما كتقطع ما هو كيتحط بحال هكا. كيتحط بحال هكا كيتقطع ما هو. دير عمر شحال تقريبا كتحط من ورقه؟ زين لتحت تكون شي 15 الورقه سخونين. شحال؟ 15 طب سيري 45. المهم يحطوا لتحت 15 ورقه. بحال كديروا في البات بغيت كديروا في شي كيش ياك؟ كيش تقطع دغيا شوفي حيت فيه الزرع باش تعرفي فهمتي. راك شتي سقينا ما تحل ما والو. سقينا الناس الاخرين اييه ما تحل ما والو رقيق. راك شتي كاع كلاو جا الطبسي خاو. دابا هذا عطيني كيجيني بحال ستيل الخبز. بحال الخبز وحاطين المريقه ياكلوا بحال الخبز. صح شوف فضل حيد تقريبا دابا اللي غادي يصاوب طبسي شحال يدير ديال الدقيق؟ لا 7 طبسي. يدير 2 كيلو. جوج كيلو هي اللي تخرج هاد 15 طبسي. لا تخرج كثر كاع يعني كيلو فورس كيلو كيلو كم تخلص باش ياكلوا الناس مزيان. زيد شويه. المهم قولي على حسب الاشخاص شحال. اشخاص هو يتقدم بحال هكا في طبسي حسن اولا في قصريه؟ لا كيتقدمش في قصريه يعني كيديروه في القصريه. اييه تبارك الله عليك يا سلوى. والله انت اللي حمرتي يا والعيدي يا راه انا وفاطمه. انت وفاطمه حمرتوا الكوكلي؟ اييه صليتي فيه؟ اييه مزيان. دهنتيه بالزبده ودخلتيه ياك؟ وشويه السمن. الزبده والسمن ان شاء الله. طيب طاجين باش يمشي سخون بارد عليكم. طاجين باش يمشي سخون. صافي بغيتي تدلو تسعدين في الدجاج؟ دابا كتغطيوها الدجاجه كتقمطوها كتستروها زوين هذا المنظر ياك. صراحة اول مره تنشوفه. كتجي صراحة زوينة النظر ديالها. خلي لابسة شي قطان.
ولا الناس مادام تيديروها في دارتها النفيسه غادي هذاك بحال الركاب. بصح هذا هو المعنى ديالها. انت يا ملاليه سمعتيهم كيهضروا سمعتي سعديه اش قالت لك؟ هو الحمام ولاد لي مقمطار زعما بحال تقمط تيتركب وتتقمط مزيان فكره زوينه. هذا هو الجواب علاش كيلويوها بحال هكذاك. دابا زعما راه الوليد بحال هذاك اللي عاملوها الورقه اللي سخنت راه ورقه صينه عرفتي زعما على المغاربه وحق الله زعما تيمشيو معاها لا لا حدود الابداع ديالهم زعما المغاربه صراحه شي حاجه. انا بعدا انا لحد الان كنكتشف وكنتبهر بهذا شكون اللي كيدير هذا الشيء هذا الفكره. دابا شكون الفكره ديال انها تلوي هاد السمان هكا؟ واش هذا الشيء قديم من زمان سعديه؟ قديم والو هذا ما تتبعي هاد السي القديم كيفاش كان؟ القديم ما تيديروا هكا تيدفنوا كيدفنوا تيدفنوا بالورقه هكذاك يعني ما كانش هالطريقه. لا ما كانش هالطريقه. هادي شكون اللي اخترع هكا؟ راسنا. داكشي كي هكذاك شي كيشوف شي كي كيشوف شي تحتي راه تعرفي كيفاش ديري وكيفاش هكذاك. والمهم اللي عارف مولات هاد التقميطه هادي قولها لي حيت مبدعه صراحه اللي طاحت على هاد الفكره. يعني زمان كانوا كيحطوا هاد الكوكلي لتحت وتيدفنوا هكا يغطوا بالورق وداك الورقه تيغرقوا الوسط تيديروا فيها العسل الزمزمي اللي غديري انت دابا زبده بلديه والعسل الزمزمي باش تعرف ديري هنايا كتشد الوقت في الحطه في الحطه كون كان كيغدون كان غيشد هذاك ياك ورا قلت لها جيبي معليش راه تلقعه كت شحال حطيتهم وحده دابا؟ 10 10 لا ناقص ناقص وحده 4 5 6 7 8 9 باقا خاصك قالك 10 باغا انا دايره ما شاء الله بغيت لهادوك وخليت شي حاجة دجاجة راهي البيض شنو بغيتي؟ معليش ها؟ بالصحة سي يعقوب بالصحة بدلتي يعطيك الصحة هيا اختي صوري لي يعقوب ولا راجل تبارك الله تبارك الله ما شاء الله سكينة مو تيقول لها سكينة انت هي دجاجة ها هي كتجي دجاجة هكا الوسط هادشي الوسط هاي الدغميرة ها هي لذيذة ديك البصلاجات ممتازة ضغطة زين كتشوفي ضغطة منين ضغطة راه ضغطة زين زين ضروري نحرك الضغميرة مذوقة دابا انت اللي غتعطيهم المذاق كي داير لا 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 ما شاء الله زوينة البصلة الأخرى ها هي البصلة الأخرى اللي تعسلات فين غتحطوها؟ سخونه عندك 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 حتما حتما سلاح معلقه فطن معلقه كتجي ما بينات ال دابا هاد الطبقه السعديه دابا خاصها يشرحوا لهم شنو كاين يقول لهم هذه الضغميره الوسط هذه البصله معسله لا دابا صراحه ما معروفش ما بزاف ما غيفهمش شنو هذا شنو ياك شنو خاص من الليليه تكون جالسه في الطبله كنش فاهم زوين انا كيعجبني هكا شي حاجه جديده تحط غير متداوله كيكون بلاد مولف على بسطيلة حتى انا رفيسه عاديه تحطيها بهذه الطريقه شي حاجه زوينه. والبلول ما كتسقاش دابا صافي بلاتي انا نسقيها
ولكن قلتي لي ماشي بزاف ياك؟ لا ماشي بزاف. هنا هنا قلت لي هي اللي باقا بلاتي كتع كتعطي شويه ديال نديرو شويه ديال هادي غتزيدي شويه الوسط زيد حدا الرجلين هاد الناس كيبغيو الدغمير زيد تصدر صافي بركه صافي جات رائعه الله يعطيك الصحه السعديه بصحه بارك الله عليك بصحه والراحه صحتي صحتي قلتي لي اللي ما بغاش يدير الدجاج الوسط راه ماشي ضروري اشنو يحط باش يديرها اش يحط الوسط يحط دغمير وحط زلافه ديال السميتو اللي ما بغاش يديرها ايوا تبارك الله عليك العافيه يقدر يديروا حتى هادشي يديروا الا ما بغاوش السميتو يطيبوا هادشي ويعسلوا يقدروا بغاو يحطوا الحلبه والعدس بزلافه والحباق اييه يحطوهم يديروا ليها عادي يديروا لها تقلي يديروا عادي اي والله يعطيك الصحه تبارك الله بصحه والراحه يعطيك الصحه صافي هذا الشكل ديالو السعديه بلا بلا دجاجه بلا دجاجه كيجي بحال هكا تغميره دايره في الجناب اللي بغى الدجاجه وهذا هو اللي اتصلي كتقولي العسل اييه سلوى نعم المهم درتي دو فيرسيون درتي بالدجاجه وبلا دجاجه صافي الفوطه سخونه راه سوكه يا الارض واخا سوكه شوف 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 انا كبار راهي راهي خاصك واش معايا لا واش بيضه صغيره ولا شيء شايف غير حتى هي ديما الحاجه بريستيج كتكون فيها التفاصيل هي كتسهل هذه شنو هي هذه ايوا دابا الناس جايين عند السعديه خاصهم شي حاجه مختلفه ياك كلشي كله اللي واقف كيبقى فيه ما حطوش المبلعات ماشي مشكل داكشي كيوقع ماشي مشكل داديري ما بينيش يا راسي هيا انا عندك عندك الفراشه هاي مالا مالا مال الفراشه كتخاف منها يلا تبارك الله عليك هذا هو
السعدية عطاتنا الدقماط ياك ما درتيش بحر من السعدية باش قمطتي دابا داو كلاس هكا هكا سكينة هكا مابقاش خارج على برا العون قيت جماعة السعدية ياك وشنو طارير ها باقي كوكلي جمعي حنا يغطي جبدي كوكلي شتي انا عجبتني هاد الطلميطه ديال الكوكلي زوينه انا اللي عطيتك الفكره يا خالتي لا دابا انت شرحتيها وحنا المتتبعات ان شاء الله غيشرحوا لينا الفكره كل واحد شنو هذاك كل واحد غادي يعيط غادي يكتبوا لنا في التعليقات ان شاء الله جوج انا جوج انا خاصك هاك هاك السعدي شنو طلب سيدي شنو هذاك واش زيدي فيه خمسه هما اللي كاينين باقي عندكم هنا الطواجن خمسه كاينين الطواجن خمسه الطواجن كاينين راه شوفي برا خاصني وحده هذيك محروقه حيت لا ما تبارك الله عليك الله يبارك طب لما يصير بقى هاك فين سوا اللوز عطيتو البلوله باقي باقي هادي وهاك شحال خاصك من دجاجه من كوكلي جوج ام حنين كازين تبارك الله شهر 8 ما شاء الله ولكن ما كتحتاليش على راسك كازين ها تكايسي على راسك ما كتحتاليش على راسك كتهزي تقل غنسحي 40 ياك معوله على الراحه 40 واقيلا شارك في رمضان ياك رمضان ان شاء الله ان شاء الله خاصك هذا باش ما تعيرنيش شحال خاصك زين حيت تعطلنا زين شحال خاصك فاش كوكلي ايه اري 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 مازال خاص راه عندنا سته باقي ليا ربعه اري هذا واخا اختي انا معاك عطيني باش نهز عطيني الى لوشا عطيني باقي طبسيلة نطويل طويل أنا في بالي هذه هذه درتوها مدفونه ياك هذه المهم حنا عارفين علاش درناها مدفونه ساترين ستر ما ستر الله ساترين ما ستر الله ولكن عرفتي جات جات واعره هذه مدفونه دابا هذه هي الاساسيه بحال هكا هذه هي الاساسيه بحالو باش الناس يفهموا ما يديرها بالدجاج ديالها ما يديرها بالحمام ديالها دابا العسل الاول كنا كنديروها بحال هكا شحال هادي شحال هادي دابا بدلنا دابا كتكون كوكليه كوكليه وهكا ومدفونه هكا مغطيه وتا هكا والله الا جات زوينه الله يزين ليك دابا شوفي اللي بغى غايقول لك بغينا السف هادي بريس بغيتيها مدفونه ولا بغيتيها مكفنه لا مقمطه زوينه هاد القضيه الله يعطيك الصحه زعما تبارك الله عليك تبارك الله عليك ابتسام شاهدونا نشاهدك ابتسام شاهدونا والله الا جا روعه مزيان جمتي مرحبا بكم اجي وسمحوا لي لاني حامل ياك حامل يسمح لينا صافي مسامحين لا تنسوا اللي حامل يسمح لينا اللي حامله حامل